حياكم الله أيها السادة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، معكم سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. نجدد التحايا لكم عبر هذه اللقاءات التي نجريها عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا العيد عيد محبة، عيد خير، عيد سلام، عيد أمن واستقرار، وأيضا تآخ فيما بيننا البين، وأن ننشر كافة أوساط المحبة التي تعلمنا ديننا الإسلامي. كذلك أيها السادة الكرام، هذه اللقاءات التي نجريها عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية التي نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم، فتعالوا بنا نتابع ما جاء في هذه اللقاءات التي صورناها عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. وكل عام وأنتم بألف خير. عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التمنيات للقيادة السياسية الممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه، وإلى أبناء الشعب اليمني كافة في الداخل والخارج بهذه المناسبة، وللأمة العربية والإسلامية. داعين الله أن يعود علينا بالخير واليمن والبركات والأمان. بالنسبة للكهرباء في وزارة الكهرباء، وتم التوجيه لمؤسسة الكهرباء في كافة فروعها بالاستعداد تكون على هبة الاستعداد، خاصة في الطوارئ وتجهيد العملية الصيانة حاليا للمحطات التوليد، لنعمل مواطنين خلال فترة العيد إن شاء الله بخدمة كهرباء جيدة ومستقرة. هنا كانت بعض العوائق اللي واجهناها في اليومين السابقين، كان فيما يخص شركات قطاع الطاقة المستأجرة أو فيما يخص عملية الصيانة. الحمد لله الآن بالنسبة لمحافظة عدن الوضع مستقر، وبالنسبة للكهرباء تم أيضا تحديد في موقع وزارة الكهرباء تم إنشاء قسم خاص للشكاوي مباشرة للتفاعل مع المواطنين، أكان عن طريق الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة طبعا. وإن شاء الله نعد المواطنين بخدمة طيبة بالإمكانيات المتاحة وبالجهود المبذولة من منتسبي مؤسسة الكهرباء الذين يقومون طبعا بمجهود جيد، خاصة في ظل الإمكانيات الحالية، وإن شاء الله الخدمة ستكون أفضل والقادم أفضل بإذن الله تعالى. طبعا العمل قائم على قتم النساق بمتابعة مباشرة أيضا من فخامة الرئيس المشير عبد المنصور هادي. المشروع هذا طبعا هو المشروع الجوهري والاستراتيجي الذي سيخرجنا من عنق الزجاجة. المشروع قائم وفق خططه، وتقوم به مؤسسة أو شركة بترو مسيلة، طبعا تقوم بمجهود كبار ويستحق طبعا الثناء والشكر، والمشروع قائم وفي طور التنفيذ. 264 ميجا، طبعا هذه 264 ميجا ستكون لعدن، وايضا ستستفيد منها ايضا المحافظات المجاوره التي هي لاحق وابين والضالع والحبيلين. فالمشروع هذا هو من سيخرجنا من عنق الزجاجه ان شاء الله، والخطوات القياده السياسيه تولي هذا المشروع اهتمام كبير جدا،
وسيشكل نقلة نوعية طبعا بالطبع خلال السنتين هذه 264. لو قارنا المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة القصيرة مقارنة ما أنجز خلال الفترات السابقة فيعتبر مشروع جيد وممتاز، ويعتبر ثاني أكبر مشروع حاليا في اليمن بعد محطة مأرب الغازية الأولى. فالمشروع قائم إن شاء الله وفي طور التنفيذ. كافة المواطنين نحن نوعدهم بأن المنتسبين وزارة الكهرباء سيبذلون كل الجهود لتقديم الخدمة جيدة ومقبولة للمواطنين، وفبالمقابل أيضا ما نطلبه المواطن أن ينظر إلى الكهرباء وخدمة الكهرباء هي خدمة له، فأن يقوم أيضا بواجباته من ناحية دفع الفواتير، الترشيد، تجنب الربط العشوائي والربط المزدوج. مشاكل الربط المزدوج الآن تشكل مشاكل كبيرة جدا في المنظومة، تؤدي إلى خروج المنظومة وإلى رفع نسبة الفاقد بشكل كبير جدا. فما نطلبه من أخوة المواطنين هو أن ينظروا إلى الكهرباء أنها هي خدمة لهم، وعليهم أيضا أن ينظروا لها كيفية المحافظة عليها، وبحيث أنها تستطيع أن تستمر المؤسسة وتقدم خدمة أفضل. الفواتير ضروري للالتزام فيها بتوفير بدفعها أولا بأول، فهذا ما نطلبه من أخوة المواطنين. مؤسسة الكهرباء العمل على مدار الساعة بالنسبة للطوارئ، الطوارئ على مدار الساعة، وأيضا بالنسبة للصيانة تم التوجيه للمحطات، أنت تكون على هبة الاستعداد، فرق الصيانة تكون مستعدة وبكامل طاقمها، فالعمل على مدار الساعة. وهناك أيضا سيكون نزول خلال الفترات هذه، خلال فترة العيد سيكون نزول من القيادات وقيادات الوزارة أو المؤسسة للتأكد من سير العملية الخدمات، أكان في قسم الطوارئ أكان في محطات التوليد. أمنياتنا طبعا نتمنى للشعب اليمني كافة المواطنين الخير والبركة والأمن والأمان إن شاء الله، وأن تستقر الأوضاع بإذن الله تعالى. أود أن أتوجه بتهاني وتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى القيادة السياسية مثلا بالأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور، وكذلك إلى الأخ رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وإلى نائبه الأخ أحمد عبد الله الميسري، وكل قيادتنا السياسية، وأيضا لا ننسى محافظنا الشاب الوقور الأخ أحمد سالمين. ونود أن نستلفت الحاضرين إلى أننا ما زلنا نتمنى من هذه الشخصيات أن ترعى هذه الكلية وأن تزورها بين الفينة والفينة، لأن الكلية تضم ما لا يقل عن 3000 طالب وطالبة من أبنائهم وبناتهم بحاجة ماسة لرعايتهم، لتلمس حاجاتهم، لمشاكلهم، لا سيما مثل هذه الأعياد والمناسبات. شيء عظيم أن ينزل المسؤول أو القائد إلى أبنائه ويحييهم ويسلم عليهم وينظر مشاكلهم. فما زلت لي أمل هنا أن يزورنا الأخ المحافظ أحمد سالمين، أرجو أن تصله هذه الكلمات لعله يتأثر وينزل إلينا ليتلمس همومنا، فنحن في أمس الحاجة إلى زيارته. حقيقة كلية المجتمع في انتعاش دائم، مع أن الوضع يعني كما ترون فيه من المعاناة، ولكن كلية المجتمع في انتعاش دائم وفي تحسن متواصل. فنحن قد شمرنا السواعد ورفعنا المآزر لنشد من هذه الكلية ولنرفع من معنوياتها ولنآزر طلابنا، فنحن معهم وبهم ولهم ومنهم ليل نهار هنا حتى في الأعياد والمناسبات، لا نغادر هذه الكلية أبدا. لدينا حوالي 11 تخصص طبعا في الدبلوم. طبعا لدينا 3 مساقات رئيسية في الكلية اللي هو الدبلوم 3 سنوات، وفيه 11 تخصص، منها تقنية المعلومات وبرمجة كمبيوتر وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة وهندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والمحاسبة والتسويق والإعلان والسياحة والضيافة والهندسة الإنشائية وهندسة سيارات وهندسة تبريد وتكييف.
كما أن لدينا مشروع آخر وهو سنفتتح تقريباً حوالي 3 أقسام جديدة، أهمها التمريض والإسعافة الأولية والمختبرات الطبية والكهرباء السيارات، وهناك أيضاً نود نفتتح قسم للأزياء للخياطة والتطريز، وإن شاء الله تكون هذه الأقسام خلال هذا العام نستطيع أن نوجدها لأبنائنا وبناتنا حتى نرفد سوق العمل بكادر مؤهل، كادر يستطيع يتخلص من البطالة ويخلص من البطالة. هذا أعظم هدف للكلية، هذا الهدف الكبير اللي رسمته، لأنها تتخلص من البطالة وتشغل الشباب بما يفيدهم وينفعهم في مستقبلهم ويرفد سوق العمل ويخلصنا من كثير من المشاكل الذي يعاني منها الشباب والشابات. النتائج قد بدأنا في ظهورها، نكملت قبل العيد وبدأنا في إظهار كثير من النتائج وسنستكملها بعد العيد. أما القيد التسجيل فسيستمر إلى تاريخ 18 أغسطس هذا الدبلوم، وسيستمر إلى 30 أغسطس المعلم التقني، وسيستمر إلى 15 سبتمبر المساق الثالث البكالوريوس التقني العالي. لدينا أيضا البكالوريوس معلم التقني وهذا تكملة، نضيف سنتين إلى الدبلوم لأن هناك بعض المنشآت وبعض المرافق لا تقبل شهادة الدبلوم، تفضل أن يكون الطالب لديه بكالوريوس، لذلك فتحنا معلم تقني بحيث نضيف سنتين تكميلية لثلاث سنوات، فيصبح 5 سنوات طالب عنده تطبيقية طبعا، ويخرج إلى سوق العمل وهو يحمل الشهادة الكبيرة والمهنة الكبيرة والحرفة القادر يديرها في السوق من خلال التطبيق. معنا أيضا التطبيق البكالوريوس التطبيقي اللي هو العالي او التقني العالي، وهذا بكالوريوس يشمل 4 سنوات، تخرجت منه اول دفعه قبل شهرين، والان ان شاء الله بعد شهرين ستتخرج الدفعه الثانيه، وهذا فيه قسمين له هندسه الشبكات واداره نظم المعلومات، و يعني يقوم فيه التدريس عبر التطبيق الصرف المهني، ويخرج دائما طلابنا في هذا لا سيما في هذا البكالوريوس او في هذا المساق متميزين حتى على كليه الهندسه. ندعو ابنائنا وبناتنا الى سرعه المثابره لاستكمال تسجيلهم في التخصصات الثلاثه لدينا او المساقات الثلاثه، وندعوهم الى سحب نتائجهم والاطلاع على شهائدهم وبيانات درجتهم، ثم يتجهون الى التخصصات التي يريدونها، فنحن على أتم الاستعداد مشكلين لجان مباشرة بعد العيد تستكمل التسجيل وتستكمل كل ضرورات الطلاب وما يريدونه من الكلية. كما أمنيتنا النجاح والتوفيق لوزارتنا المقرة بقيادة الأخ الشاب الأستاذ عبد الرب غانم محولي، وكذلك الدكتور المجرب وصاحب الخبرة عبد الرزاق الأشول، نتمنى لهم النجاح، ونتمنى أيضا لكل المجتمع أن تظل حاملة شعلة العلم والمعرفة على مستوى الجمهورية وليس على مستوى عدن، ولنا طلعات كبيرة إن شاء الله ستلمسونها في المستقبل وسترون نحن أصحاب أفعال وليس أصحاب أقوال. شكرا لكم. نهني بقدوم عيد الأضحى المبارك كافة أبناء الشعب اليمني، وبالنسبة لعيد الأضحى المبارك نحن تعودنا في كل عيد نعمل نوبات ويتم معاملة البضائع اللي هي الثلاجات وأي بضائع مستأجرة، والبضائع اللي هي خاصة بالمثلجات، المثلجات يتم معاملتها وخروجها مباشرة، والنوبات من كل الإدارات، من كل إدارة 2 موظفين، بالإضافة مع الجهات الأخرى مع المواصفات مع الحجر الزراعي مع الهيئة العلل والأدوية، شعلناهم من كل الجهات كامل. العيد كيف يعني كيف نوباتكم بتكون؟ يعني هل في عمل متواصل ام كيف يعني؟ لا بالعيد مش عمل متواصل، يعني هناك في بضائع لتجار كثيره ستكون يعني ان شاء الله، هل هنا يعني من قبل موظفيكم الان ستكون يعني الدوام العمل متواصل موجود؟ لا العمل مش متواصل، لان الان منعنا البنك المركزي هم يجيزون والبنك يجيزون، ونحن اللهم نخرج بتكون ضمانات ماليه، نخرج ضمانات او جيز حاويات مقابل حاويات اخرى، وخاصه البضائع المثلجه، البضائع المثلجه واللي معرضه للبضائع المثلجه الادويه الدقائق المجمد وهي بضائع طارئة تحتاج الموظفين. يعني هل في نوبات خلال أيام العيد ستكون؟ في نوبات، في نوبات كل نوبات مسجلين. نعم
نوبات قليل. البوابات 24 ساعة موجودين، البوابات متواجدين 24 ساعة. وبالنسبة للموظفين يجيبون حسب يكون الأيام العمل. ما تحقق الجمارك يعني إنجازات؟ نعم، فالنصف الأول حققنا العديد من الإنجازات، فهناك حققنا إيراد ب 43 مليار خلال النصف، خلال 6 شهور الأولى تم تحقيق 43 مليار و77 مليون و821 ألف 360، وبزيادة عن النصف الأول من العام 2018 12 مليار و518 و512 و191 ألف. وهنا كل انجز عديد من الحوادث اللي تم عملتها 70694 حاويه، كما تم اتلاف العديد من السلع اللي تم رفضها من قبل المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والحجر البيطري، شملت مواد غذائيه، دجاج، مشروبات قازيه، مرضيه متنوعه، واللي تم اتلافه ما يقابل 630 طن. وتم الاتلاف بمشاركه الجهات الامنيه، المواصفات، المقاييس، الحجر الزراعي، صحه البيئه، بالاضافه الى تم الضبط 48 حالة، وشملت هذه الحالات عبارة عن كاميرات مخفية، مستلزمات عسكرية، بضائع مخالفة للمنشأ. فكان أهم اللي تم ضبطه عبارة عن كاميرات مخفية. البضائع المخالفة أيضا يعني بحسب يعني حق الجودة الاستهلاك المستهلك، يعني الهيئة المواصفات إذا لم تكن بنفس المواصفات تعادي لبلد للبلد المنشأ. إذا كان خارج المواصفات، إذا خل المواصفات في هناك شرطين للتاجر، نعطيه اختيارين، اختيار تاجر يا إما يتلفها أو إنه يعودها بشرط أن تكون إلى بلد المنشأ. مرة أخرى. تهانيكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نهني رئيس الجمهورية، ونهني الحكومة والشعب اليمني، ونهني قناة تلفزيون عدن، ونشكركم على طوركم هذا. أمنياتكم وبحلول عيد الأضحى المبارك ماذا تتمنون لجمارك المنطقة الحرة عدن؟ نتمنى باسم المدير العام وكافة العاملين هنا في الجمارك، نتمنى تحقيق زيادة أكبر، نتمنى لأنها تواجهنا عديد من الصعوبات، نتمنى من الجهات العليا أن تنظر إلى الجمرك، لأن هناك البنية التحتية تعتبر ضعيفة جدا، وهناك معنا مثلا لو قلنا الكهرباء ضعيفة جدا، النظام عندنا آليا، نظام عندنا لا توجد هناك منظومة أطفاء، يوجد جهاز ريسيفر واحد وهذا خطير جدا، لو قدر الله واستوى عطال لا يوجد جهاز احتياطي، وقد رفعنا هذا للجهات العليا. ونتمنى ان يلبوا الله. بمناسبه عيد الاضحى المبارك نهنئ شعبنا بهذه المناسبه الدينيه الكبيره، وفي مقدمتهم فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي، ودوله رئيس الوزراء ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخليه. نحن في هذه الايام المباركه عاملين خطه عمل لكل المرافق الخدماتيه وايضا المرافق الامنيه لتأمين الحدائق وتأمين السير، وكذا لصندوق النظافة عمل برنامج خلال فترة العيد بحيث أن يقوموا بتنظيف هذه الحدائق وهذه الشوارع خلال فترة الزوار القادمين إلى محافظة عدن، وهكذا أيضا عمال المياه والصرف الصحي، وأيضا الحفاظ على شبكة المياه وتوزيعها نتيجة لشحة المياه والأعطاب التي ترافق المؤسسة خلال هذه الفترة، وأيضا الكهرباء والإنارة، عاملين كل احتياطاتنا لكي ينعم المواطن في هذه الفترة، فترة الإجازة العيدية. ونتمنى من الحكومة أن تنظر نظرة كبيرة لعدن، وأن تعمل على تفعيل المؤسسات الخدمية، وأن تقدم العون والمساعدة وإيجاد ميزانية تشغيلية وتوفير الآليات التي تنقص هذه المؤسسات. مرة أخرى نهنئ شعبنا وفخامة الرئيس بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وشكرا. نهني الشعب اليمني ورئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك، وربنا يعيد علينا وعليكم في خير وفي طمأنينة وفي ظروف أحسن من هذه اللي نحن نعيشها هذه الأيام. وبالنسبة لنا نحن هنا في مستشفى صابر قايمين بواجبنا على أكمل وجه، وعندنا استعدادات للعيد إن شاء الله نتقبل المرضى ونقوم بواجبنا كالعادة اللي تعرفوها. ويعني الوضع طبعا أحسن من كل عام، عندنا استعداد تام وأطباءنا متوفرين 100%، وكل شيء تمام إن شاء الله. وأرحب بقناة عدن ثاني مرة
نهني شعبنا العظيم بعيد الأضحى المبارك، وربنا يصبره ويعينه ويخرج من هذا الوضع اللي احنا فيه. احنا نستقبل الجرحى كاملين، سواء جرحى مدنيين او من الجبهات يجونا، وجرحى مختلف ولا نسأل على هويتهم او جنسيتهم او انتمائهم ابدا. احنا نجينا المريض ضيف علينا ونعالجه ويخرج معزز مكرم، ما نسأل عن هويته ولا عن انتمائه لمين. احنا مؤسسة خدماتية ولازم نأدي دورنا كما احنا يعني عودنا انفسنا على هذا، وانتم تعرفوا ذلك. في هذا اليوم المبارك وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يطيبنا على شاشة هذا التلفزيون تلفزيون اليمن ان انقل اجمل التحايا واجمل التبريكات الى كافة الشعب اليمني وعلى راسهم فخامة الرئيس عبد الله منصور هادي، اطال الله عمره في طاعة الله ورضاه. وبهذه المناسبة انتهز هذه المناسبة للتنبيه للحفظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد. هذه بلد الإيمان، بلد الحكمة، بلد الخير، بلد البركة، بلد الناس المتحابين والمتآخين والمتجاورين في الله. نسأل الله من هذا المكان ومن هذا المنبر أن تصل هذه رسالتي إلى أذهان الناس، والحفظ على الأمن والاستقرار وعدم سفك الدماء، الدماء اليمنية زكية. يقول الله في حديث قدسي: أهون على الله أن تسقط السماوات وما عليها، ولا يراق الدم للمؤمن الأرض من دم دم. حقيقة الأمر كانت الناس تقتدي باليمن، وحتى حبيبكم المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إني لأنظر نفس الرحمن يأتيني من اليمن. ومتى ما كانت الحكمة يمانية والفقه يماني والإيمان يماني وفهمت الرسالة الناس وفهمت نحن لا نريد صراعات، لا نريد مشاكل، لا نريد، بلدنا فيها خير. ولكن احنا كما قال الشاعر العربي: كالبيدة في الصحراء يقتله الظمأ، والماء على ظهورها محموله. نحن على أرض هذه فيها من الخيرات والبركات ومن يعني من النفط ومن الغاز، وكل محتويات الحياة كلها موجودة، ومن الخضار ومن الفواكه من الأسمنت من الذهب من الحديد من كل من طلبات الحياة. لا نريد إلا المساعدة في إخراج هذه الأشياء من باطن الأرض، وهي بتكفينا وبتكفي الشركات الغربية والشرقية وكل من له صلة. وأتمنى في من هذا المكان أن تصل رسالتي هذا إلى كل من يعقل ويفهم ويدرك أن هذا البلد هي أمانة في أعناق الناس جميعا، وليس في أعناق بس السلطة فقط، في أعناق الناس جميعا. هذه بلدك وهذه وطنك وهذا أخوك المسلم. المسلم أخ المسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يحقره. ولماذا هذا كله؟ يجب أن نتنازع ولا قال ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا فشل ذريع للأمة كلها، متى ما تنازعنا وتفشلنا فشلنا ورحنا هبا منثور. أسأل الله أن تصل هذه رسالتي إلى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة في هذا البلد. هذه الرسالة هي رسالة حب، رسالة ود، رسالة إخلاص، رسالة حفاظ على كل مواطن في هذا البلد يهمه. لأنه الإنسان يعني خلقه الله، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ لا والله أنا راجعين إليك يا رب. وأن الإنسان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا رسالتي هذه هي رسالة توجيهية ورسالة حفاظ على هذا البلد وأمنها واستقرارها. أتمنى أن تكون هذه الرسالة وصلت إلى أذهان الناس وفهمت الناس ودركت الناس. ننقل أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعلى الوطن بخير وأمن واستقرار إن شاء الله. ونخص فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، ودولة رئيس مجلس الوزراء ونائبيه، وكافة أعضاء الحكومة، وإلى الشعب اليمني الصابر المثابر الذي تحمل عناء الحرب التي عاثت بها ميليشيات الحوثي الإنقلابية خلال الفترة الماضية وما زالت إلى الآن. ولعل الحوادث الأخيرة التي حصلت قبل عيد الأضحى كانت خير دليل على أن هذه الميليشيات لا تعرف أشهر حرم ولا غيرها، وليس لديها عقيدة ولا تبت للأديان السماوية على الإطلاق. من خلالكم طبعا نشكركم، وأيضا لا ننسى أن نوجه التهاني والتبريكات إلى
كافة الطاقم الخاص بقناة عدن الفضائية التي تقدم برامج جيدة جدا وهادفة وتنقل الحقيقة من عين الحدث. نتمنى لكم التوفيق أيضا والنجاح والسداد في أعمالكم. كوزارة زراعة أيضا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن معالي وزير الزراعة والري عثمان حسين مجلي أنقل التهاني والتبريكات أيضا بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كافة موظفي الوزارة والقيادة السياسية والحكومة وإلى أيضا طاقم قناة عدن الفضائية. وزارة الزراعة والري أنشئت أو تم نقلها نهاية العام 2015 ومطلع العام 2016 وباشرت أنشطتها من العاصمة المؤقتة عدن وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية باعتبار عدن عاصمة مؤقتة في ظل الظروف التي مرت بها البلد من خلال بسبب حرب الميليشيات الحوثية التي قامت بانقلابها على الشرعية الدستورية. الوزارة قامت بأعمال عديدة وكثيرة جدا منها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة جدا، على وجه الخصوص منظمة الأغذية والزراعة الفاو كونها شريك لوزارة الزراعة والري، وقمنا بتنفيذ العديد من المشاريع التي لمسناها على أرض الواقع وكان لها مردود لا بأس به. أيضا الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية في هيكلة الوزارة وبناء الهيكل التنظيمي للوزارة لكافة القطاعات بحسب الهيكل، وأيضا استيعاب كافة موظفي الوزارة والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. الوزارة حاليا أعدت خطط وبرامج استثمارية كبيرة جدا وفق خطة مجلس الوزراء والاعتماد الموازنة التي تم عرضها على مجلس النواب في جلسته المنعقدة في سيئون، وتم من قبل الوزارة إعداد الخطط بكافة الأبواب الموازنة. الوزارة أيضا تقوم بتنفيذ أنشطتها بكامل طاقمها وفي كافة الاتجاهات من المنافذ البرية والبحرية والجوية أيضا بالحفاظ على عدم إدخال أي ممنوعات أو غيرها من المبيدات أو الممنوعة والمحرمة دوليا. أيضا قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالتدخل المباشر في تنفيذ بعض أعمال الصيانة لمشاريع الري في بعض الوديان الرئيسية منها دلتا أبين ولحج وادي تبن وادي أحور وبيحان وفي بعض المناطق الأخرى التي تعرضت لبعض الأضرار. قامت الوزارة أيضا خلال الفترة الماضية بفتح غرفة عمليات لمواكبة الأمطار والفيضانات التي أضرت ببعض مناطق الجمهورية وخاصة في شهر مايو ويونيو الماضي وأيضا آخرها في أواخر شهر يوليو، وهذه الأضرار قمنا برفعها إلى الجهات المعنية والحكومة وأيضا بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية لإمكانية التدخل السريع بما في ذلك محافظة عدن الذي أيضا تعرضت لبعض الأضرار. شاركنا الأخوة في المجلس المحلي وتم تشكيل فريق من وزارة الزراعة وقاموا بإعداد كافة الدراسات والتصورات هذه المعالجات، وتم من قبل الحكومة الاستجابة بتحويل بعض المبالغ الخاصة بالأضرار إلى بعض المحافظات لمواجهة هذه الأضرار. ونحن كوزارة أيضا لدينا طاقم فني متكامل للتدخل في أي مجال. لعله خلال الفترة القريبة الماضية انتشر أيضا الجراد الصحراوي الذي أتى على كافة ما هو جميل وأخضر وأدى إلى أضرار كبيرة جدا بمحاصيل المزارعين. قامت الوزارة أيضا بالتنسيق مع الأخوة في منظمة الأغذية والزراعة الفاو بتشكيل لجان ميدانية وفرق ميدانية قامت بمكافحة هذه الحشرة الضارة، وفعلا يعني وصلت إلى نسب لا بأس بها. بدأت من محافظة شبوة ومحافظة حضرموت، وحاليا خلال هذه الأيام وهي أيام استعداد لعيد الأضحى المبارك ما زالت الفرق الميدانية تواصل عملها في الميدان من خلال وصولهم إلى محافظة أبين هذا اليوم ومحافظة لحج وبعض مناطق يافع سيصلها خلال اليومين القادمة قبل عيد الأضحى المبارك. هذا مجمل عن نشاط وزارة الزراعة والري، وهناك أنشطة كثيرة جدا لعل لا تحضرني والوقت لا يسع لها، ممكن أن نفرد لها يعني وقت أطول من هذا الوقت.
شكرا لكم لقناة عدن الفضائية، وشكرا لطاقمها المتميز، وشكرا للقيادة السياسية واهتمامها بكافة الجوانب الخدمية في البلد ككل إن شاء الله. أتمنى من خلال هذه المناسبة الطيبة وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله أن يسمو الوطن وأن يخرج من محنته التي عانى منها خلال 4 سنوات وهذه الخامسة أيضا، أن يعيش برفاه، أن يتجاوز كافة الصعاب، أن نعود إلى أفضل مما كنا عليه، أن نتجاوز المحن، أن نشد أيدينا بأيدي بعض لبناء وطننا، للخروج بالآثار السلبية التي خلفت الحرب، أن نتجاوزها جميعا، وأن نبني وطن خالي من الشحناء، خالي من الإرهاب، خالي من التطرف، خالي من أي ميليشيات خارجة عن النظام والقانون. أيها السادة الكرام، نصل إليكم إلى ختام لقاءاتنا التي أجريناها معكم عبر عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية. في الختام أشكر لكم حسن صغي والمتابعة، وفي الختام نقول لكم دامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات، وكذا أيضا نتمنى أن يعم الأمن والاستقرار في ربوع هذا الوطن الغالي، وكذا أيضا في البلدان العربية والإسلامية. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. هذه تحايا محدثتكم روى عصمت وكافة طاقم العمل، في أمان الله، استودعكم، إلى اللقاء.